يعني خلينا نقول انه عكس الاتجاه، كانت عم تغرد خارج السرب. ايمن عبد السلام، اهلا وسهلا فيك عبر اثيرات، ورابعه والف مليون مبروك نجاح لعبه حب لكم كلكم. بتشكرك كثير، وبتعرفوا انتم راديو الرابعه بالتحديد وفيليب بالتحديد قد ايه بحبكم، وقد ايش انا دائما بسمعكم بس كون بدبي وبرات دبي، وقد ايش انتم داعمين حقيقيين ان كان قبل وهلا، وبتشكركم على كل هيك المتابعه اللي بتتابعونا اياها. ما بعرف يعني انا هلا بدي والله بحسس انا وياك بيت فستق. انا حلبي عرفت، ما بيمشي الحال. اليوم انت عم تشارك بهالعرض الازياء المميز، واللي الحلو فيه انه جامعين نجوم لعبه حب، فانت جزء اليوم من هالاحتفاليه، شو بدك تقول؟ والله بدي اقول انه عن جد برافو عليهم على هالفكره، انه هن يجمعوا لكل الناس الديزاينرز المهمين بالوطن العربي بمكان واحد. يعني انت بتجي بتختار الديزاينر اللي بدك اياه، القياس اللي بدك اياه، الموديل اللي بدك اياه، او الموديلات اللي بيقترحها عليك الديزاينرز. فهذا شيء جديد، وانا كثير حاسس انه هيك رح يعمل صدى كثير كبير. وانا حضرت العرض تبعهم، ما قدرت اجي يكون السنه الماضيه، حضرت عرضهم بالسنه الماضيه، كانوا عاملين شيء له علاقه بالطاقه والشاكرات وكذا، كثير استمتعت وحسيت انه انا لازم اكون موجود، وحبيت ادعمهم لانه كمان هن اصدقائي وبحبهم كثير. حلو. طيب اليوم الدور اكيد طلعت من دانيال ولا بعد؟ عم بطلع والله، بعدني عم بطلع، ما طلعت بعدني عم بطلع. شو هيك الواحد بيطلع؟ صحيح. مش شايفني عم اشر مثل. طيب هلا التجربه للتركي المعرب، يمكن انتم عم بيقولوا انه انجح من النسخه التركيه قدمته، وهيدا شيء رح يفتح العيون اكثر لانه يكون في انتاجات تركيه معربه جديده، وانت صرت مثل الجوكر يعني انه ايمن. لا والله عم بحكي جد. فانت مع تكرار هالتجارب؟ اكيد، لانه هي التجارب هي محققه نجاح بالبيئه اللي محطوطه فيها، وعم ننقلها على هي البيئه، فهي يعني هي مشروعه، لانه هو انت من زمان بتحس انه مثلا في افلام مصريه ماخوذه من افلام افلام عالميه او من روايات، وهذا شيء نوع من الانواع يعني. فهو ليش لا، انه اذا في عمل انت عرفت صدى عند الناس ترجع تعمله للوطن العربي بممثلين عرب بطابع عربي، ببيوتهم يشوفوا بيوتهم، يشوفوا شوارعهم، يشوفوا حياتهم، نمط اكلهم، كيف بيتصرفوا، فليش لا. وهو بصراحه تجارب كثير عم تنجح، ولانه هي الاعمال هي للمتعه، عم تكون انه الواحد وقت يرجع من البيت من ضغط هذا الشغل والتعب والعمل او الدراسه للاولاد او اي شيء، عم يقعدوا بيحضروا بالليل شيء، حتى لو قفوا احيانا حلقه او حلقتين ما بيضيع عنهم الموضوع المهم. يعني بيكون عم بالعالم بلحظات بيشوفوا ناس حلوين، ثياب حلوه، لوكيشنات حلوه، عم بيريحوا عينهم بتوقع. ويعني انا بالعكس انا معه، وانا من اكثر الناس اللي اشتغلت بهي التجارب، وانا كثير بحبها وانا مستمتع فيها. طيب ايمن، اليوم الدراما السوريه نشطه، موعودين ب رمضان 2025 بكثير من المسلسلات. على خارطه رمضان ايمن عبد السلام وين؟ والله في ثلاث اعمال، في عملين ببيروت ان شاء الله، وعمل بسوريا مشترك ببيروت، وعمل سوري ببيروت، وعمل سوري بسوريا. بس ما وقعت والله، ما وقعت لا، بس انا هلا بمرحله القراءه والاتفاقات النهائيه، يعني احتمال بعد اسبوع يكون كل شيء جاهز وانزل صور. ادعوا له الله يرزقه لايمن، بيستاهل كل خير، لانه الله يرزقك يا ايمن عبد السلام. شكرا. بدي منك تحيه لمستمعي راديو. انا بحبكم كثير، ودائما خليكم على صوت الرابعه، ما بصير مذيع على راديو الرابعة. فيليب اسمعهم على راديو الرابعة. شو راديو الرابعة عم يضارب علي. حبيبي ايمن.